أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مشورة أسرية. في الحقيقة زي ما قلنا لحضراتكم في الحلقة اللي فاتت، احنا هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن التربية. عايزين نعرف ايه هي أسس التربية وازاي نتعامل مع أولادنا. بس رحبوا معايا الأول بضيفنا اللي منورنا ومباركنا، نيافة الحبر الجليل أنبا يوسف، أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية والحاصل على الدكتوراه في المشورة الأسرية. أهلا بنيافة يا سيدنا. أهلا بيكم سيدنا. زي ما كلنا عارفين انه اولادنا هم وزنة، والوزنة دي احنا هنتحاسب عليها قدام ربنا. يمكن اللي بيحصل دلوقتي انه البنت بتتجوز مثلا تقريبا 21 سنة، ما بتبقاش فاهمة يعني ايه امومة ويعني ايه تربية. فعايزين نعرف من يافتك، بتبتدي امتى علاقة الأم بابنها؟ يعني هل من وهي أول ما بتعرف إن هي حامل، هل في حاجة معينة تبتدي تعملها عشان تقدر تحس بابنها وهو يحس بيها؟ من إمتى بنبتدي علاقة التربية أو علاقتنا بأولادنا؟ العلاقة بتبتدي زي ما أنت قلتي من فترة الحمل، من خلال التغذية والمشاعر والعواطف. بتحصل في ربطة داخلية ما بين الجنين وما بين الأم. وطبعا في الفترة دي كل ما الأم بتحافظ على هدوءها وسلامها، مثلا انفعالات زي الغضب، زي الحزن، الاكتئاب، الانكزايتي، الستريس، كل الحاجات دي بتأثر طبعا، لان ما كل الكلام ده بتعمل تغيرات بيولوجيه وبتعمل تغيرات في الدم بتاعها، وده بيروح للجنين من خلال التغذيه اللي الجنين بياخدها من الام دي يعني. فكل الفتره، كل ما الام بتحافظ على هدوءها في الفتره دي، ده بيساعد يعني ان الجنين يعني في الفتره دي ما بقاش برضو واخد حاجات غلط من امه. زي طبعا يعني نشكر ربنا احنا اغلب الامهات ما بيدخنوش سجاير، او برضو شرب السجاير، شرب الخمور بيؤثر تأثير سلبي على الجنين. طبعا اول 3 اشهر كان يقولوا يعني حتى قصر الاسبرين بلاش منه، خصوصا في اول 3 اشهر. وطبعا لو في اي ادويه الام محتاجه تاخدها لازم يكون يعني باشراف الطبيب علشان نتاكد ان مفيش حاجه تاثر على الجنين في الفتره دي يعني. طبعا بلا شك برضو العلاقه الروحيه بربنا في الفتره دي بطريقه او باخرى بتأثر برضو في الطفل، لأن كل عواطف ومشاعر الأم بتوصل للطفل. فهنا برضو الأم علاقتها مع ربنا ومظبوطة الكنيسة وتناولها، كل ده بلا شك بيأثر. حاليا يعني أعرف بعض الأطباء النساء بيدوا كتيبات للأمهات بتعرفهم على ايه التطورات اللي بتحصل وفيهم وفي الجنين، ومرحله مرحله من تطور الجنين. فبرضو ده بيزود البوند ما بين الام والجنين، ذات ان هم بقى يبتدوا يقروا في كتب في التربيه المسيحيه من الفتره دي علشان يبقوا مؤهلين لما الطفل ده يتولد ازاي يوفروا له مناخ سليم مسيحي في محبة وفي سلام وفي هدوء، فالطفل ينمو في جو سليم في البيت. يعني هل يا سيدنا فعلا صح زي ما بنسمع انه ممكن تبتدي تتكلمي معاه من وهو في بطنك، تبتدي تقولي له ترنيمة، تقولي له لحن، هل ده حقيقي فعلا بيأثر؟ طبعا يعني الاطفال تبقى شعرة، والتواصل ما بين الام والطفل في الفتره دي بيبقى مهم، والاولاد بيبقى شعره بيه يعني شعره بالمشاعر، شعره بكل العواطف بتاعت الام، كل الايموشن بتاعت الام بتتنقل. لان انا لما بكون فرحان في مواد معينه بتبقى موجوده في الدم،
لما بكون يعني. بصلي بكون مكتئب كل الحاجات دي. فالكلام ده كله بيوصل للطفل يعني في الفترة دي. سيدنا يمكن كتير بنلاقي انه الام بيجي لها اكتئاب بعد الولادة، فازاي تتصرف مع الاكتئاب ده علشان ما يأثرش على الطفل؟ يعني بيسموها postpartum depression، اكتئاب ما بعد الولادة. الاكتئاب ده يعني اولا مش بيحصل مع اغلب الامهات، وفي نفس الوقت يعني مع امهات كتير من اللي حصلهم الدبريشن، مجرد يعني بالسبورت اللي هي ممكن تناله من زوجها او من مامتها لو موجوده معاها، باباها، اخواتها، اصدقائها، ممكن بتقدر تعدي فيه. لو طبعا محتاجه يعني علاج طبعا ما فيش ما يمنع، بس تناقش مع الطبيب المعالج عشان فتره الرضاعه، لان ممكن الادويه بتاعه العلاج دي برضو توصل تبقى في اللبن يعني وتوصل الاولاد. لكن يعني نشكر ربنا ان كتير من الامهات ما بيعدوش بالبوستبارتم ديبريشن، واللي بيعد منهم في اغلب الاحوال تبقى حاجه بسيطه بيتغلب عليه من غير ادويه من غير حاجه يعني. ولكن الفترة دي بتبقى فترة مهمة برضو، يعني الرضاعة الطبيعية مهمة جدا، انها بتربط بتعمل بوند ما بين الطفل والأم، وأيضا بتكون فترة برضو ان الأم ممكن تنقل زي ما قلنا حتى فترة الحمل مشاعر المحبة والاهتمام بطفلها. يعني الطفل احنا بنبقى مش مدركين ان هو ممكن يكون بيميز، بس هو بيميز بدليل مثلا لو امه شايلاه بيقدر يميز ان دي ماما وده مش حد غريب، ولو حد غريب شاله بيصرخ ويبكي، بيميز مين الاب مين الاخوات، بيقدر يميزهم. من هنا برضو ان لو مثلا في الفتره دي ان الام عودت طفلها على موسيقى دينيه، قداس، ترانيم، بحيث ان ودنه من وهو طفل صغير يبقى واخد يبقى على الحاجات دي، فلما يكبر ويروح الكنيسة يبقى أريد ودنه واخده مش حاجة غريبة بالنسبة له. بس وطبعا الاهتمام والحضن والمشاعر الدافئة، لأن بيبقى الولاد محتاجين يعني المحبة، لأنه بيبقى يعني بعد ما كان 9 أشهر موجود حاسس بالحضن والاهتمام والدفء، بيخرج كده للعالم الخارجي، مش كده اول مره بيبكي الطفل يعني لاني حاس كده انه خرج من الاوضه الضيقه اللي كان عايش فيها دي لمده 9 أشهر للعالم. من هنا اول ما امه تحضنه يطمن وبيشعر كده لسه موجود في بطنها يعني. فبرضو المحبه والاهتمام في الفتره دي مهم جدا، الولاد محتاجين حب وحنان جدا، علشان لما يشبع بالحب والحنان لما يكبر ما يبقاش كده عليه بره. سيدنا يعني لو اتكلمنا عن التربية من سن سنة لست سنين، المرحلة الأولى في عمر الولاد، ايه اللي المفروض انا اعمله؟ يعني المفروض اربي ولادي ازاي؟ المفروض اتعامل معهم ازاي؟ احيانا بيبقوا الولاد مثلا عايزين ان الام تقعد وتتكلم معاهم، ايه لغه الحوار اللي تبقى بيني وبين طفل هو مش فاهم اي حاجه؟ يعني بالنسبه لتفكيري هو مش فاهم اي حاجه، هو بيلعب بياكل وخلاص، فايه ممكن تكون لغه الحوار بيني؟ اكشلي يعني انا بشوف ربنا مدي موهبه عند الامهات بتقدر تفهم اللي الطفل عايز يقوله في الفتره دي، والتعبيرات بتاعته الام بتبقى واصله وتقول لا ده هو عايز كذا، ده بيقول كذا، والى حد كبير جدا بتبقى اللي هي بتقوله ده سليم وده مظبوط. ودي بقى يعني عاطفه الامومه اللي ربنا حاططها في الامهات، بيقدروا يفهموا. انا بشعر ان الام تقدر تفهم ابنها او بنتها اكتر من الاب. يعني ربنا بيبقى مديهم فعلا عاطفه دي، بحيث تقدر تقول لا ده هو بيقول كذا، لا ده هو عايز كذا. احيانا الام لما بتغني او ترنم لابنها في الفتره دي هو فرحان، مجرد بتلعب معاه مثلا كده يعني تاتش هي مش عارف تلعب معاه كده بيبقى فرحان وبيضحك يعني
والام بتكتشف بعد شويه ايه اللي بيدخل الفرحه والبهجه في قلب ابنها. بس انا عمال اقول الام برضو الاب له دور، يعني الاب برضو لازم الولد يشبع من حب الام وحب الاب. فبرضو الاب يقضي وقت مع ابنه وبرضو يلعب معاه، يحاول يفهم اللي هو عايز يقوله ايه، برضو ياخده ويحضنه ويغني له يرنم له يكلمه، بحيث ان البند دي الولد محتاج يشعر بدفء عاطفي. الاب والام وبرضو لو في اخوات وطبعا لو هم عندهم اكتر من طفل يخلوا بالهم عشان ما بقاش كل الاهتمام متوجه للطفل، والطفل الكبير بقى يحس بالغيرة فما يحبش اخوه. فطبعا محتاجة حكمة ازاي اقدر اوزع حبي واهتمامي ما بين الاطفال الموجودين في البيت علشان ما يغروش من بعض. يعني ما هي دي فعلا يا سيدنا بتبقى مشكلة، انه لو الفرق بينهم كمان مش كبير بيبقى الطفل الاول بيحس انه فجأة بعد ما كل الاهتمام كان ليه راح لحد تاني خالص. يعني حتى مثلا الضيوف اللي جاية تبارك وجايين يزوروا كله جاي بيسأل على البيبي الجديد وحاسس ان هو بقى مهمل. فازاي برضو يعني من ضمن الاخطاء ان احنا بنيجي نكلم الطفل الكبير ده على انه راجل عاقل، انه لا طفلك ده اخوك الصغير طبعا مبقاش فاهم كده. وانا اتوقع منه انه يبقى فاهم كده زي واحد أضل، ده توقع خطأ مني. لكن الاهتمام بالطفل الكبير في الفترة دي، يعني مثلا لو هما جايبين هدايا فانا ممكن اجيب هدايا للابن الكبير برضو في الفترة دي، وممكن اقول ده اخوك الصغير جيب لك الهدايا دي عشان اربط المحبة بينهم وبين بعض. مثلا والولاد عاملين الاضيوف مثلا بتقول عاملين كلام على البيبي وانه جميل وانه امور وحلو، فممكن انا برضو اقول واخوهم الكبير كذا وكذا وامدحه قصادهم، بحيث ان انا يعني اعمل مجهود واعي باكد فيه على ابن الكبير ومحبتي له واهتمامي بيه وانا فخوره بيه الى اخره. كان سيدنا البابا شنودة يقول انا لو في 3-4 اطفال قصادي وجيت لقلت الواحد مثلا القميص بتاعك حلو، لازم الثلاث اطفال اقول لهم، لان لو قلت الواحد وسبت الباقيين بيبقوا متضايقين وكده. فلازم الحساسيه دي تبقى موجوده وما توقعش من الطفل الكبير ده انه هيتصرف كأدلت، هو فاهم وعاقل عارف ان ده هو ده مولود صغير ما عندوش الادراك والفهم والحكمة دي وهو لسه طفل صغير. طيب سيدنا لو انا عندي طفل عنيد او طفل عصبي ازاي اتعامل معاه وازاي يعني احاول اخليه يبطل العادة دي؟ اهم نقطة ما اخشش معاه في باور استراجل، ما عاندش معاه، لاني العند ده يا انا اكسره وهو يكسرني لو احنا الاثنين عندنا مع بعض. فلو انا كسرته انا بحطم نفسيته وخلاص هو اتكسر مش هيبقى عنده شخصيه قويه. ولو هو كسرني خلاص هو هيعيش بيت حياته في منتهى التمرد وهو عارف بقى ازاي يكسرني ويوصل اللي هو عايزه. فاهم حاجه نبعد عن الباور ستراجل دي، ان هي ان انا اعند قصاده طب انت قلت كذا طب انا قلت كذا. لكن احاول ان انا يعني اشوف مخرج لكل موقف بيبقى وين وين سيتويشن. مثلا لو الطفل مثلا مصر على انه يلبس لبس معين واحنا رايحين الكنيسه وهو مصر، فلو انا اصريت ان انا يعني اغير اللبس ده واقول له هتلبس زي، ممكن في الاخر انجح يعني لان ده لسه طفل صغير، بس انا كده كسرت فيه حاجه يعني وممكن الحاجه دي ما تتصلحش او محتاجه مجهود كبير عشان تتصلح. لكن ممكن الاب يقول له بص، او الام يقولوا له لو انت لبست اللبس ده مش مناسب للكنيسه وانت كده هتختار الناس ممكن يعني تعمل تعليقات عليك حتى لو في ذهنها،
وبعد كده لو انت دي نوعيه اللبس اللي هتختارها بعد كده خلاص انا مش هشتري لك لبس حلو، اجيب لك لبس حلو ليه؟ فيبقى لو انت اخترت ده انت بتختار برضو ان انت ما يجيلكش لبس حلو، لان خلاص ده القصه اللي انت عايز تلبسه. لكن لو اخترت اللبس الحلو ده الناس تبقى مبسوطه بيك، انت هيبقى شكلك جميل، وده هيشجعنا يجيب لك اكتر من اللبس الحلو ده، لان انت بتبقى محتاجه عشان هتروح الكنيسه كل يوم حد. وفي الاخر قلت اختيارك، شوف انت عايز تعمل ايه. فلو هو لبس لبس الوحش خلاص ما يلبسه، بس انا هاجي بقى اللي انا قلته له مش هجيب له لبس جديد تاني الى اخره. هيجي فتره بعدها يقول لي طب ما بتجيبليش لبس ليه، ما انت ما بتستخدمهوش. طب نبتدي نتفاهم وتوعد. يعني ده انا مجرد يعني اي ميد اب ذس اكزامبل يعني عشان ادي ازاي نخش في حوار في الاخر ادي له اختيارات من غير ما انا ازعق فيه واكسره، لا اللبس ده وحش ازاي تلبس ده، هتلبس ده كلام ماما لازم يتسمع مش عارف ايه، ولو ما سمعتش كلام ماما مش عارف مش هتروح معايا الكنيسه، وتتحول لخناقه وشد في البيت وعنف، ده مش سليم. طيب سيدنا الطفل العنيف، يعني احيانا بلاقي مثلا انه حد بيشتكي انه ابنه عنيف مع ان هم في البيت مش اسلوبهم العنف، فده بيكون سببه ايه، وازاي برضو اتعامل مع الطفل العنيف او الاجريسيف؟ لازم ابتدي ادور هل هو بيلعب جيمز فيها عنف، فهي دي اللي خلت العنف يبقى جزء من حياته. هل هو عنده اصحاب مثلا بيتعاملوا معاه بعنف؟ هل هو بيحاول يحمي نفسه فتحاول انه عنيف، يعني حد ضايقه حد اذاه في مدرسه في الكنيسه في الجيران الى اخره. يعني لازم افكر واشوف ايه سبب العنف، خصوصا لو احنا في البيت ما عندناش عنف. وممكن اتكلم واساله انا اقول انت ليه بتتعامل بالطريقه دي مثلا مع اختك، ليه قلت الكلمه دي، ليه صوتك عالي مثلا لما بتتكلم. يعني اب وام عشان صرف شغلهم فسابوا ابنهم يتربى مع تيتا وجده يعني. وكانوا يجوا يشوفوا الطفل ده مره كل فتره، فالولد حس بالاباندمنت لان الاب وام مهملينه. يعني انا نفسي كنت اكبر مع بابا وماما، ليه سبتوني؟ ليه سبتوني؟ برغم يعني الجد والجده كانوا يعني مش مقصرين ابدا، بس هو حاسس ان ابوه امه. فالولد ده فضل يعني عنيف مع الاب والام. وانا كل ما اكلمه يعني ليه سبب العنف ده؟ ليه على طول عصبي؟ ليه على طول متنرفز؟ لان هو في صغره شعر ان هو اهملوه. ولغايه لما كبر واتجوز وهو مازال يعني في ان ريزولفد ايشو، الغضب ده مازال بيبقى موجود جواه يعني. فالعنف ده ممكن بيتغير من شخص للتاني للتالت حسب الظروف يعني. فبرضه دي نقطه باكد عليها، احيانا الاب والام يسيبوا اولادهم عند الجد او الجده لفترات طويله ويقول خلاص ما هم واخدين بالهم منهم. فانا بكون واخدين بالهم منهم كويس، لكن ده بيتريجر عنف جوه وغضب داخلي ضد الاب والام. مثلا واحده حاليا متجوزه يعني بنتها يمكن قربت تتجوز يعني كبيره يعني، لكن لغايه النهارده مش قادره تنسى ازاي مامتها وهي طفله صغيره سابتها وبسبب الشغل بتاعها، وسافرت وقعدت سنه بعيده عنهم في البيت، وكان هي مثلا مع باباها وجدتها واخده بالها منها، لكن حست بالاباندمنت في الفتره دي. ان زي ماما تسيبني في الفتره دي وانا كنت محتاجه لها جدا في حياتي. ولسه الجزء دي موجوده ومعلمه فيها. وانا بقولك النهارده يعني بنتها قربت تتجوز. في اسباب كتيره
تاني احتياج الولاد للحب والحنان والدفء العاطفي ده اللي بيحميهم من ان هم يتحولوا بشخصيات عنيفة وقاسية. يمكن يا سيدنا نيافتك ذكرت انه ممكن يكون عنيف لانه اتعرض لإيذاء بره مثلا اصحابه في المدرسة في الكنيسة. دلوقتي انا لو ابني او بنتي جه قال لي انه فلان صاحبي ضربني مثلا، اقول له ايه؟ اقول له معلش هو غلط واحنا نطلب ان ربنا يسامحه، ولا اقول له لا هو زي ما ضربك انت تضربه، ولا اقول له يتصرف زي ما هو؟ انا مش عايزاه يطلع ضعيف وفي نفس الوقت مش عايزاه يطلع عنيف، فايه التصرف الحكيم؟ ده الكونسبت بتاع اللي بنسميه بالانجليزي assertiveness. ازاي يقدر يعمل حدود واضحة من غير ما يغلط ومن غير عنف، وايضا يعني افهمه ان ده مش ضد التسامح. أوكي. يعني ان انا اسامح اللي بيغلط فيا ده مش ضد ان انا اقول له التصرف ده مش مقبول والتصرف ده مش هيحصل تاني وانا مش هقبل التصرف ده منك. أوكي. ولو هتصرف بطريقة دي انا هبعد عنك، لان في فرق بين التسامح والتصالح. ان انا واحد غلط فيا اسامحه ده غير مشروط. أوكي. انما عشان اتصالح معاه ده مشروط، لان مثلا لو واحد مؤذي يعني مين قال ان انا اعرض نفسي للايذاء المستمر؟ ده مش صح. أوكي. فهنا لابد ان الواحد يحط حدود مع الانسان المؤذي ده. وممكن الحدود تصل الى اني لا اتعامل معاه لغاية لما يتغير ويقدم توبة ويتغير. نفس الكلام بالنسبة للأطفال الصغيرين، أفهمه أن يعني لو ولد شتمك ولد ضربك، البولينج الموجود في المدارس زي الفتوانة دي لازم ولادنا تبقى قوية ويعرفوا يقولوا لا ويوقفوا، يعني يوقفهم عن تحدهم ويكون شخصية قوية. هما بيعملوا ايه؟ بيبتدي الأول يحاولوا يضايقوا طفل وشوف هيعمل ايه. لو استضعفوه بيستمروا بقى معاه. لكن لو هو وقف وقفة جامدة من غير عنف، مش هيضربه باك بس وقفة جامدة، ما تعملش ده، I'm not gonna accept this، وبمنتهى القوة ومنتهى الشجاعة. التاني هيخاف ويكش منه. فبقى انا لازم اعلم ولادي ان يبقوا assertive يعني اقوياء. أوكي. بيقولوا لا للغلط، بالرغم كده احنا بنسامح. ممكن في البيت بقى بابا وماما هما بيصلوا، نصلي من اجل فلان اللي ضايقني في المدرسة الى اخره. يعني من هنا مهم جدا ان انا معلمش ولادي ان كلمة لا دي كلمة عيب. يعني احنا لما يجي ابني يقول لا راح اقول له لا، ولاد ربنا ما يقولوش لا، وفين الطاعة؟ ربنا قال ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. كلمة لا دي ممكن تحميني من الإيذاء، تحميني من ان واحد يديني مثلا حاجة وحشة وانا اقول له لا مش عايز اخدها او مش هاخد دي. الولاد لما يكبروا شوية اقدر اقول لا لو واحد بيديني سجارة، لو بيديني دراجز، لو بيديني. فلازم برضو اعرف ولادي ان ممكن يقولوا لا وممكن يقولوا اه، وانا بقبل منه لا وبقبل اه. يعني الشخصية السوية تقدر تقول لا وتقدر تقول اه. أوكي. وتعرف امتى تقول لا وتعرف امتى تقول اه. وتقدر تسمع لا من الاخرين وتسمع اه. يعني ايه تسمع لا؟ يعني اقبل انه في بعض اشخاص لو انا قلت لهم لا يزعل ويتقمص الى اخر. لا، انا لو شخصية سوية لما لو تقلي لا مش هزعل واتقمص واعملها شغلانه. اوكي. وفي نفس الوقت اقبل كلمه اه. يعني لو انا محتاج حاجه واحد عرض عليا انه يساعدني. في ناس بترفض المساعده دي. سواء بقى دروشه، تواضع، شعور بعدم استحقاق، صغر نفس الى اخره. فالشخصيه السويه فيها الاربع حاجات دي، يقدر يقول لا، يقدر يقول اه، يقبل لا ويقبل اه. وانا بربي ابني بعلمه كده وبغرس فيه الاربع مبادئ دولت. ليكن كلامكم نعم نعم لا لا.
فلما اروح المدرسه ويجي ولد يعملني وحش اقدر اقول لا انا مش هقبل التصرف ده اقولها له بقوه اقولها بشجاعه. هو يمكن ده سيدنا هيخليني اسال نيافتك عن ازاي اخلي ابني او بنتي عنده ثقه في نفسه، لانه احيانا ثقته بتهتز، يقول ما انا لو ما كلمتش صاحبي ده وقلت له لا مش هيبقى معايا اصحاب، هبقى لوحدي، حاجات كتير كده. بس احنا للاسف وقت حلقتنا خلص، فده اللي هنكمله مع نيافتك في الحلقه اللي جايه. احنا ختام نشكر نيافتك جدا، نيافتك نورتنا وباركتنا، شكرا لك يا سيدنا. شكرا لك. اعزائي المشاهدين، احنا لسه هنكمل كلامنا مع حضراتكم عن التربيه، فتابعونا في الحلقات اللي جايه. انا ختاما بشكركم واشوفكم على خير في حلقه جديده من مشوره اسريه.